خدام في الإنعاش مدة ديال 9 سنين، وفي هذا الشارع نفس هذا الشارع هذا فاش خدام 9 سنوات، ولكن ما مفاجأة واحد الفجأة ما حسيتش، تقول له ودي راه عندنا الفائض ديال الخدامه وهذه ونقصوهم، نقصوا الخدامه، وانا عاد بلا ما قلت انا من جملت هذوك الناس اللي تنقصوا، وما قال لك الفلوس ما كايناش بانه قلالوا الخدامه كثار. انا دابا قلت ماشي مشكل، قلت انا دابا غادي ملي نقصوني تنايا انا غادي نبقى نخدم، غادي نخدم غير حر ديال راسي هكا باش نعاون الوليدات ديالي، عندي جوج وليدات، عندي واحد يلاه انتقل يلاه نجح في الباك وهو رياضي، والوليد الاخر حتى هو رياضي، وبغيت نوصلهم انا للهدف ديالهم. وانا غانتوما كتشوفوا رغم الاعاقه يعني كنطيحوا النوض وحتى الحدير ما كنقدرش نتحضر يعني باش نجمع الزبل، راه غير بمشقه النفس. ودابا لهذا كنطلب من الناس المسؤولين ينظروا فينا بعين الرحمه، الله يجازيهم بخير، حنا خدمنا معاهم ما غاديش نكروا الخير ديالهم وما غاديش نقولوا شي كلمه اللي هي ما يستحقوهاش في حقهم. انا اول مره جيت لاكادير لهنا وهما الاولين معايا من خدمت، خداو بعين الاعتبار وخدمت معاهم فعلا هذه المده كامله، ولكن ملي جا النقص راه تنقصت انايا وهما ما الله اعلم نقصوني. تمشي تانا نسول قال لك اودي راه نقصوكم انتوما من جملت هذوك الناس اللي نقصوا، قلت لهم اودي ماشي مشكل، بقيت انا خدام هكا كحور ديال راسي دابا كيخلصوني المحسنين، والمحسنين باش يخلصوني ماشي يعني فرض عليهم شي صالير ولا شي حاجه، غير اللي تيشوف فيا وتيحن فيا بحال هكا كيجي يقول لي هكا باش دي شي خبيزات للوليدات ولا هكا باش تشرب شي قهوه ولا شي كاس ديال اتاي، وانا ما مولفش لا ماكله في الزنقه لا والو، الحاجه الله يجعل ما تكون عندي غير فانيده كنسرهم ندير الوليدات ديالي باش ناكلها معاهم، وبقى فيا الحاج بزاف علاش نتنقص انايا بحالي، انا ما غاديش يتنقص ولي نفرض كاع نقصوني يخليوا لي واحد الصالير يعاونوني به راه ما ضيع عليهم والو. والشارع اللي كنخدم فيه هو هذا ديال فوركي، هانتوما كتشوفوه كيفاش داير، راه مزراره ما تنخليهاش فيه باذن الله تبارك وتعالى، هو المعين كيشوفوني بانه راني بوبري وعارفين لي هنا السكان ديال فولكي كلهم الله يجازيهم بخير ما كيتخلاوش عليا، ولو كيعطوني غير جوج دراهم ما كيتخلاوش عليا، لا وليدات صغار ولا بنيات تيكونوا دايزين مع والديهم وكيعطيوهم يقولوا ديو هذاك البهجه، انا معروف غير بالبهجه. أما الاسم الحقيقي راه قلت لكم محمد بوخمسة. الحالة الاجتماعية ديالي الكراء كاريبيت واحد كناكلو فيه ونشربو فيه ونعسو فيه أنا وجوج وليدات والزوجة ديالي، فلوس الكراء راه ما كنجمعهم غير بمشقة، عاد راه المصاريف الدري ولدي إلا بغا يمشي غير للكلية راه كنخصني ليه 30 درهم ولا 35 درهم على حسب ترونسبور، و 67 سنة فين الإعاقة راه غير بزز، ما رديتش نجلس ولا ما رديتش نمشي نقول طاعة الله، نقول نبدا نسعى، كنسعى الله تبارك وتعالى هو اللي كنسعى. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.